وللحديث أكثر عن أوضاع النازحين في سنجار ومحاولة حكومة بغداد تحقيق إنجاز وهمي على حسابهم، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم لاجيدي. مرحبا بك معنا سيدة ثائرة. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بكم. وزيرة الهجرة والمهجرين تتهم سلطات أربيل برفض إغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق قبل حل أزمة سنجار، وتقول الوزيرة كذلك إنها غير معنية باتفاقية سنجار. ولكن السؤال يدور الآن عن مسألة تأمين أماكن النازحين، أليست من مهام الوزارة لضمان العودة الطوعية؟ نعم طبعا، يمكن أعقد ملف للنازحين هو ملف نازحي سنجار. طبعا سبب هذا بسبب الأوضاع والخلافات القائمة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. قضاء سنجار ما زال يعاني من عدم اكتمال بنية تحتية، وهذا ما يشجع العوائل النازحة يعني على العودة لديارهم، إلى جانب المشكلات الأمنية الناجمة عن تنافس الصراعات الدائرة بين الجماعات والأحزاب والفصائل اللي موجودة تلك المنطقة. إعادة إعمار سنجار اللي تضرر بشدة أثناء القتال ضد داعش متوقف بسبب الخلافات السياسية والإدارية بين المركزية وحكومة الإقليم. طبعا هناك سياسيون وأمراء حرب يسعون دائما لمنع عودة الاستقرار إلى قضاء سنجار. وأيضا لا تنسى، لازم إذا يرجعون هناك لازم يكون هناك تعويضات، هناك أيضا لازم يكون هناك إعمار للمناطق، المدارس، المراكز الصحية. المشاكل اللي تعرض لها ملف النازحين عموما، يعني ما نحكي فقط على قضاء سنجار، عموما بمناطق جميعها النازحين عموما، تمثلت عوامل منها أمنية وعدم وجود إجراءات حقيقية لغرض يعني لغرض العودة يعني من قبل الحكومة. هناك المنطقة تفتقر إلى الدعم الحكومي للنازحين، وملف إعادتهم لمناطقهم يرجع إلى هناك خلافات مثل ما ذكرت سياسية وسوء إدارة وفساد مالي وإداري. نعم نعم. طيب ماذا عن وعود السوداني لإعمار سنجار تارة وإطلاق تعويضات للمتضررين تارة أخرى، لكن لم تجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي حتى الآن، من يعيق ذلك برأيك؟ نعم طبعا بنيسان العام الماضي أمر رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني الحكومة بفتح حملة لإعادة إعمار سنجار، وخصص مبلغ تقريبا 50 مليون أعتقد على ما أذكر، 50 مليون عراقي يعني 34 مليون دولار أمريكي. الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة الإقليم العراقي حالة دون استخدام هاي الأموال المخصصة. وتعرف في ظل الظروف اللي مر بها أهالي القضاء نفسه أهالي سنجار، أعلنت أيضا حكومة يعني الإقليم كردستان عدم عودة الإدارة والأجهزة الشرعية إلى قضاء سنجار المتنازع عليها طبعا اللي بين بغداد وأربيل، بسبب هذا اللي حيسبب فراغ اداري وسياسي واوضاع غير مستقره. طبعا لازم يكون اسراع باعاده الاداره الشرعيه الى القضاء وبدء اعمارها من جديد تمهيدا اذا يريدون، صحيح يعني اذا نيتهم فاسقه يريدون يرجعون النازحين يكون لازم وضعهم مؤمن، ولازم يكون هناك البيوت اللي هدمت لازم لهم تعويضات حتى يرمموها، ما معقوله يعني يسكنون في العراء. نعم. طيب من ناحية أخرى، منظمة الهجرة الدولية تؤكد أن أكثر من 183 ألف شخص من أهالي سنجار لا يزالون نازحين، وهذا بطبيعة الحال رقم كبير جدا، والعودة للقضاء بطيئة بسبب غياب الخدمات الأساسية التي تفضلت بالحديث عنها. وهذا الكلام الأممي يناقض تصريحات الوزيرة، فأين يعني أين الصحيح في الموضوع؟ طبعا كما ذكرنا هناك نقص كبير في الخدمات العامة، هذا يعني ما يعيق عودة الناس، والوضع الأمني غير مستقر، وعدم تقديم الحكومة تعويضات عن المنازل والأعمال التجارية والمدمرة اللي تلك المناطق. الكل يعلم فساد ملف الهجرة بقيادة الوزير يعني. من ضمن ملفات الفساد اللي مشروعة يعني كانت أيضا كانت
مشرعه من وزاره الهجره والمهجرين، السله الغذائيه والمخيمات النازحه والمنح الماليه، وكثير اكو هناك تقارير رقابيه من ديوان الرقابه الماليه، فضلا عن ملفات اخرى حاله حال باقي الوزارات في الحكومه العراقيه. تعددت التهم اللي وجهت وزيره الهجره والمهجرين من قبل بعض النواب، واللافت الى ان هذه التهم يعني موجهه من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني. طبعا الملف جاء يستغل سياسيا، وهناك يوجد في سنجار 202 مدرسه لكنها غير صالحه، يعني اغلبها غير صالحه مثلا اذا رجعوا الناس في سنجار لازم يكون هناك تعليم، لان يعني هناك طلاب ولازم يكون هناك دوام مستمر، فاغلب المدارس هناك غير مؤهله، ونقص بالطاقم التعليمي، تدمير المباني التحتيه يعني المدرسيه، ونقص معلمين ومرافق اخرى، هناك نقص كبير في الخدمات الصحيه ومنظومه الماء والكهرباء، ايضا حيث تستخدم جماعات مسلحه، مدارس عده كقواعد عسكريه، ما يعني ما يعرض هذه يعرض الناس الى حياتهم الى خطر، لازم يكون هناك تاهيل كامل لهذه المراكز. أخيرا وفد مرتبط من ميليشيات يزيدية يطلب من قيس الخزعلي بقاء ميليشيا الحشد في سنجار، هل يمكن حل أزمة سنجار والنازحين فيها في مثل هذه الأجواء؟ الصراعات الداخلية بين القوى العسكرية المختلفة المنتشرة في سنجار سببت حتى الآن بعدم استقرار الأوضاع الأمنية. الكل يعلم هناك 12 جماعات مسلحة مسيطرة على سنجار. يعني الحكومة أثبرت محاولاتها لاستعادة الإدارة، يعني كان ما تقدر، ما حاولت كثيرا الحكومة عن طريق الجيش العراقي أن تستعيد الإدارة، لكن الحشود اللي موجودة هناك يعني كانت مسيطرة على الوضع. نعم. هناك كانت اشتباكات عنيفة، يعني كان آخرها بأيار 2022 تعرضت منطقة أيضا سنجار لغارات جوية تركية، استهداف مستشفى اعتقد بذيك السنه. التعدد للقوى العسكريه المتواجده على الرقعه الجغرافيه لسنجار واللي تتمثل بفصائل الحشد الشعبي وحدات مقاومه سنجار المواليه لحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا وقوات حمايه الدخان وغيرها التابعه لجيش مرقب في حكومه الاقليم، الى جانب الشرطه المحليه والشرطه الاتحاديه. يعني هناك تصريح لقائم مقام اعتقد ناحيه العزيز التابع لقضاء سنجار، حيث قدم استقاله منصبه متهما ميليشيات الحشد بعرقله مهامه المتمثله باعاده النازحين وعماره البنى التحتيه. الكاتبه والباحثه العراقيه ثائره اكرم لاجيدي، شكرا جزيلا لك.